بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتلاحظوا الوقفة ديالنا اليوم كنشهد فيها السيد العامل على إثر المشروع تصفية المياه العادمة الذي سينشأ في اثنين أوريكا، والذي سيضر بالساكنة ويضر بالفرشة المائية ويضر يعني بالغابة. والساكنة حضرت من جميع من جميع الدواوير المجاورة التي أحست بخطر هذه المحطة التي ستشيدها ستشيدها الجماعة الترابية لأوريكا. وحنا اليوم كنستنكروا هذا العمل هذا، حنا ماشي ضد المشروع، وانما حنا حنا ماشي ضد المشروع، ولكن حيدوا عندنا المشروع من تما يديروه في شي بلاصه اخرى. حنايا هذاك المشروع تما مجاور للساكنه ومجاور ظل الامومه ومجاور للمستوصف ومجاور الساكنه اللي هي قريبه بزاف من هذا من هذا من هذا المشروع هذا. شنو مسي حسن للضرر اللي عندكم بالضبط في هذا المشروع هذا؟ بالنسبه للضرر فهو ضرر متعدد، من ضرر غيكون في الفرشه المائيه، الابار اللي غيكونوا تما ومياه السقي، زائد غيكون ضرر ضرر بالنسبه للساكنه، الامراض والاوبئه وسميتو الامراض اللي غادي تجيب مثلا دوك الحشرات اللي غادي يكونوا تما، الرائحه الكريهه، وزياده على ذلك ماشي سميتو ما مؤمنش 100%، دايرينو في جنب الواد، والواد دائم الحمل، ديما كيحمل دائما، خصوصا فاش كيكون فاش كتكون المياه الموجوده غادي يكون مشكل كبير. هو مشكل كبير كاع الا شيدوه من هنا مستقبلا مثلا الا كانت شي شتا ولا شي حاجه، او لا جا الواد راه مهدد باش ينهار، والا فات النهار راه كارثه عظمى اكثر من هذيك الكارثه اللي غادي دير. شنو المطالبه ديالك؟ المطالب ديالنا ان احنا ماشي ضد المشروع، احنا ماشي ضد المشروع يتقام، فان احنا المطالبه ديالنا يتحيد المشروع من تما، تحيد من بين الساكنه ويديوه فين ما بغاو، عطى الله البلايص فين غادي يديوه، ما غاديش يجيبوه لينا حنا حتى عند الساكنه وغادي يشيدوا لنا هذا المشروع هذا. وبالاضافه ان دوار اخليج ودوار الخميس اللي غادي تقام هذا المشروع هذا حداهم ما مستافدينش من هذا من هذا من هذا سميتو من هذا المشروع هذا، الدواوير الاخرى هما اللي مستافدين وبيجيو يخويو لنا الماء بيخويو لنا سميتو في المحطه اللي غادي تكون تما ان شاء الله من هنا مستقبلا. وحنا كنستنكروا هذا الشيء هذا، ماشي غير حنا بوحدنا، انما الساكنه كلها، دراري كبار صغار، هذا خطر كيهدد الجميع. المتنفس الوحيد هو هذه المنطقه هذه تاع توريكا، المتنفس الوحيد اللي كاين عند هاد الناس هادو في الجامعه ديال توريكا، المتنفس الوحيد اللي كيخرجوا ليه الناس وكيدوروا فيه، وهي هاد البلاصه فاش قالوا لك هاد الناس غادي يديروا فيها هاد المشروع هذا. وحنا هاد المشروع راه كيدر الساكنه 4 دواور ولا 5 دواور عندهم متنفس الوحيد هو هاد المنطقه هادي. كانوا قال لك غادي يوجدوا الطريق القنطره، يبوا لنا القنطره قبل ما يصوبوها، هادي الخطا الاولى، يبوا لنا القنطره ما لقيناش منين ندوزوا اصلا. كنبكيو حنا وكنلوموا هاد المشروع هاد القنطره اللي حيدوا لنا، زادوا لنا هاد المشروع ديال المياه العادمه، وغيقولوا لنا غير هاد الناس فين غيمشيو هاد الساكنه كلها هي. وعندنا حنا كي قلت لك استاذ المتنفس الوحيد هو هاد الجماعه تاع توريكا، هاد الاثنين توريكا منطقه سياحيه وكيجيو ليها الزوار من جميع الانحاء ديال 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 ديال, ديال, ديال المملكه ديالتنا حنايا، وحتى الزوار ديال الاجانب كيجيو السياحه الاجنبيه كيدوروا في هاد المنطقه هادو، وجابوا هاد المشروع تاع المياه العادمه. دابا حنا كنتهدوا من الماء صالح للشرب، الابار عندنا بزاف المشاكل، الاشجار كلشي غيمشي لينا، فالسو غنبقاو اشنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا الريحه ديال هذا المشروع اللي غادي يديروا هاد الناس ويخرجوا لينا حنا على هاد المنطقه.
حنا ماشي ضد المشروع، بغينا هذاك المشروع، ولكن يبعدوه لواحد المسافه اللي هي ماشي متضرره، ماشي يجيبوه لينا حنا حتى المنطقه. لا حنا لا, لا, لا يعني الدواور كاملين قلت لك عندهم هذاك المتنفس، ريبوا لينا القنطره قبل ما يصوبوا لينا الطريق. كيجي دابا الواد حامل كيحصروا الناس في هذه الجهه ويحصروا الناس الاخرين في هذه الجهه، والتلاميذ ديال المدرسه ما كيلقاو منين ندوزوا. قلنا هذا الشيء ماشي مشكل، عاوتاني حنا كنطلبوا مطالبات ديالنا حنايا. الطريق بعدا اصلا دوز هذه القنطره اللي ريبو مازال ما سايبينهاش، حنا متضررين من طرف الطريق. والمطالب الثاني هو هذا المشروع ما بغيناش يكون في هذه المنطقه هذه، لان هذه المنطقه هي المتنفس ديالنا حنا الواحد والسكينه. السلام عليكم ورحمه الله. احنا سيدي انا جمعيه المجتمع، انا فيدراليه المجتمع المدني باوريكا. احنا سيدي كنستنكروا هاد المحطه اللي بغاو هاد الناس يديروها لنا في القلب النابض ديال اوريكا. احنا ماشي ضد المشروع، احنا مع المشروع، ولكن ينقلوه من هاد البلاصه اللي رسموه باش يتحط فيه ويديوه شي بلاصه اخرى بعيده، لانه كما سبقوا كاع الاخوان قالوا ان هذه المحطه هذه عندها بزاف ديال الاضرار بيئيه وبزاف ديال الحوايج اللي هما ماشي في الصالح ديال اوريكا. وكنتمنوا ان السلطات المعنيه تستجبل هذا الوقفه اللي داروا الاخوان باش ان شاء الله نرتقيوا باوريكا ونرتقيوا ان شاء الله جميع سكان اوريكا لواحد المستوى اللي معروف على الصعيد الوطني والدولي. الاضرار معروفه، الاضرار اللي غادي يكون عندنا هو اولا تلويت المياه لصالح الشرب، هذه من الدرجه الاولى. وثاني حاجه الرائحه الكريهه اللي كتلقى هذه المحطه هذه، واكبر مثال واكبر دليل هو المحطه ديال طمنصورت اللي كلشي كيعرفها، تقبت يعني بواحد الميزانيه اللي هي ضخمه جدا، ما عندها حتى شي مقارنه مع الميزانيه اللي ترصدات لهذا المشروع. هذا علاش حنا ما بغيناش هذا المحطه انها تكون بالذات في هذه المنطقه هذه. والمشكل الاول هو انها قريبه من المستوصف والسوق الاسبوعي، وطبعا الحي التجاري والسكنه اللي جنب هذه المحطه هذه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.